الزباين قفل الشنطه تاني وجه يطلع لا واحد طلع ورا من حجز وحياش مش انقذ الاتوبيس انقذ الزباين كلها ما ده لو طلع العربيه ودخل نص العربيه كانت الزباين كلها راحت خسرت 2 مليون جنيه مش هو ده الحقيقه ولا شاف في تقصير في الامن ايه شاف في تقصير هناك انا مش هتكلم على تقصير في الامن انا بتكلم اللي هو جوه المنفذ يعني جوه بيته المنفذ ده وزازه التخليه طالما دخلت المنفذ يبقى انا مع الحكومه 20,000 جنيه لتلات عيال في كليات 20,000 جنيه هات لي واحد مسؤول واقف هنا مستني سامي من الدولة هات لي واحد مسؤول نقابله مستني سامي من الدولة إن كان من نقابة أو من أي حتة هات لي واحد اللي حصل هناك هو إن الأوتوبيس طالع من سانت كاترين وماشي ناحية نويبع ناحية طابة هيخش على القدس فوقف في المنفذ بتاع طابة في منطقة كده عند الساحة بتاعت العلم بينزلوا السواح ويتنقلوا من الأوتوبيس اللي هو في الجهة المصرية وياخدوا أوتوبيس يعدوا يعني المنفذ وياخدوا أوتوبيس تاني لجهة القدس ففي الحتة دي زي ما قالوا وأعلنوا بعد الفحص الجهات الأمنية إنه كان واحد عايز يخش الأوتوبيس فمنعوه يخش الأوتوبيس ففجر نفسه على سلم الأوتوبيس فمات اللي موجودين في الصفوف الأمامية بما فيهم السواق المسيحي يعني سواق يعني طالع ورا أكل عيشه ورا رزقه فمات اللي بيعملوا كده لا بيحبوا أنفسهم ولا بيحبوا الخير وبالتالي ما يحبوش حد لا الوطن ولا كنيسة ولا الجامع ولا أخواتهم في البشرية إطلاقا لأن لما بيعملوا حاجة زي كده ما بيأثر على الدنيا كلها